افتتح سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، مكتبة زكاة العلماء بمدرسة بيان البحرين. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ خالد أن قطاع التعليم يحظى باهتمام بالغ من لدن جلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومساندة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث ساهم ذلك في تحقيق قفزات نوعية في الحركة التعليمية لتضع مملكة البحرين في خانة الدول المتقدمة في المستوى التعليمي، مضيفا سموه أن هذا القطاع يعد أحد المرتكزات الأساسية التي تشكل الدافع الحقيقي لمواصلة المسيرة التنموية في المملكة. وأشاد سموه بالجهود المتميزة التي تبذلها مدرسة بيان البحرين برئاسة الشيخ خامي بن سليمان العتيبي في دعم المسيرة التعليمية بالمملكة، مؤكدا سموه أن افتتاح مكتبة العلم يشكل منصة مهمة تدفع طلاب العلم لاكتساب المزيد من المعرفة التي تساندهم خلال مسيرتهم التعليمية وتدفعهم نحو التفوق والتميز. وقد زار سموه مباني المدرسة المعززة بأحدث الأجهزة المساندة للعملية التعليمية والأجهزة التكنولوجية الحديثة، كما اطلع سموه على الأساليب التعليمية التي تتبعها المدرسة في حديث مفصل مع الكادر التعليمي والطلاب. من جانبه أشاد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بالرعاية الكريمة لسمو الشيخ خالد بن حمد والدعم المستمر الذي يوليه سموه لقطاع الشباب والحركة الرياضية في مملكة البحرين، منوها باهتمام سموه بالمشاريع التربوية التي تسهم في الارتقاء بالجانب الثقافي لدى الطلبة. ووجه وزير التربية والتعليم الشكر والتقدير لرئيس مجلس إدارة مدرسة بيان البحرين على جهودها في تطوير المدرسة، مؤكدا اهتمام الوزارة بالتعليم الخاص وتشجيعها لهذا القطاع الحيوي والاستثمار فيه مع الحفاظ على جودة المخرجات التعليمية بما يسهم في تحقيق التنمية المنشودة في مختلف المجالات. من جهتها عبرت دكتورة الشيخة مي بنت سليمان العتيبي رئيس مجلس إدارة مدرسة بيان البحرين عن جزيل الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ خالد بن حمد على رعايته حفل الافتتاح لمكتبة زكاة العلم، مشيدة بهذه الرعاية لسموه التي تسهم في تكريم القطاع التعليمي والجانب الديني على حد سواء. وقالت الشيخة مي بنت سليمان العتيبي أن المكتبة تجمع ما بين الزكاة المرتبطة بالدين الإسلامي الحنيف وما بين الجانب العلمي الذي هو الأساس الذي ترتكز عليه رسالة مدرسة البيان، مشيرة إلى أن زيارة سموه ترك أثرا إيجابيا في نفوس الطلبة والأهالي، مثنين على دور سموه البارز في تكثيف جهود تنمية القطاع التعليمي.